عندي عم تبكي. أنا المفروض أبكي. من إيش بدك تبكي أنت؟ مصاريف. ليش؟ يا الله ما حدا يتزوج. مو فلوسك فلوسي؟ إيه. هذا الفيديو حيكون في تجهيزات العرس. في عنا الهدية اللي لازم نعطيها للضيوف. في عنا الايفنت بلانينج. وفي عنا ال... شو كمان؟ لا ولو بس البيت. بدلتي اللي لسه ما جبتها. بدلتك. فرش البيت اللي لسه ما عرفنا وين اخته للبيت. موجود البيت بس لسه ما استلمناه يعني. المشكلة بتعرف شو؟ انه حنسلم نحن البيت بشهر 6 ونحن حنتزوج بشهر 5. بدي اشرح لهم زواجنا كيف. زواجنا جاي بالمقلوب. كل شيء لازم يكون اخر شيء عم نعمله اول شيء. يعني عندنا كتب كتاب ولازم يكون معنا جوازاتنا ولهلا ما طلعوا الفياز تبعوا اوروبا وصرنا مقدمين عليهم شهرين. فيمكن نكتب كتاب بعد العرس. موضوع العرس اول شيء بدنا نروح سيلفر. بعدين غيث قال انه الاضاءة صفرة الطاولات سوداء. سؤال ما عندكم ولا غطاء؟ تمام يا غطاء تخرر. حنعطيهم هذا العطر بدون غطاء كمان. بدون عطر خلص بس الازازه اقل تكلفه. اسمع حسيت شوي هاي مش اليجنت كثير عم فكر بهالاوبشن. شو رايك؟ على فكره تغيير. في حدا عمل هيك؟ لا شفتي؟ ونحط لك فيها ويندكس. هاي ما بعرف شو هي. لازم تعرف لانه رح تصير تنظف البيت. شو الويندكس؟ بينظفوا فيه الازاز. طيب تعال يا بس شو ماله شو هي؟ اي هاي بعرفها. لا لا بستخدمها. اوكي حاليا تقريبا اخترنا العلبه. هلا باقي نختار العطر. عم نفكر نعمل غير اللي كان بالخطبه شوي صح؟ هذا العطر يعني رح ينال اعجاب العالم كثير لانه بيحتوي على فانيلا مع الرم سينامون اند توباكو. اللي حب عطرك بخطبتك رح يحب هذا. ليش عطره مش عطرنا؟ اللي حب عطر غيث مروان. من كم يوم كنت عم تقول بيتي ما كنت عم تقول بيتنا حكيت شيء. اوه اي لايك اوه فيه الرم يعني رم. واضح من كلامك انك انت اللي اخترعتيه للرام اصلا. مشروب كفار هذا ما دخلنا فيه نحن شباب. انا ما حكيت انت اللي حكيت. بدنا نخليهم يسكروا بالعرس. يعني هلا لما يشموه بيسكروا؟ ايه حلو. اكيد سمنت فانيلا. انا عم شم اورنج. العالم رح توين انا خربان مو بس عيون. اوكي جايز هينا قاعدين مع بس هنا ناتاليا. ترى جاهزه؟ لا. واو عمو جهاد يعطيك العافية. What's basically important I can give it to you from now is to keep it very natural. Mm-hmm. Not posed. You know, like natural pictures. من كم يوم نزلت صورة على الانستغرام قلت للناس اللي حاب يحضر عرسي يحط رقمه وانا حاتصل فيه. فهلا حنتصل بالناس اللي حطوا رقمهم. اوكي سوى الحدا حنتصل فيه مشت قشطة صفحة فان. الو يس مرحبا. مرحبتين. سمعت انك حاب تروح على العرس غيث مروان. نعم. طيب انا غيث وحابين نعزمك انا وساره. مرحبا. انا ابني ماجد اللي دائما اللي عنده صفحه غيث فانز. فهو قال لي بنفسي احضر العرس نفسي احضر العرس وانا هيني في البحر معاه على فكره. لا اماني خلينا نحكي معه. الو مرحبا ماجد. مرحبا. سمعت انك حاب تجي على العرس. حاب تجي؟ يس اوف كورس. ايه معناته معزوم انت. اوكي ثانك يو سو ماتش. ام شاء والله من شوك. ولو حابعت لك الانفورميشن. ايه اوه سو كيوت. شخص ثاني اسمه زين بدها تيجي هي وهير بيست فريند. عم بتوتر عنهم. الو الو مرحبا. اهلين زين. يا سمعنا انك حابه تحضري عرس غيث وساره. حابه تيجي ولا بطلتي؟ لا اكيد يعني. لكن يو انفايتد. او ماي جاد ثانك يو جايز سو ماتش. ولا الو الو مرحبا. اهلا حضرتك نغم. اه سمعت انك حابه تروحي تحضري عرس غيث وساره. انت غيث صح؟ حابين نعزمك على العرس. عن جد؟ فاضيه؟ انا طبعا فاضيه. يا شكرا. ولو رام امريكي صح؟ يس USA من سان فرانسيسكو. يا احلى متابعين. الو مرحبا. اهلا وسهلا كيف الحال؟ كله تمام. هاي I knew no you knew his voice. Wow, this is crazy. شو أخبارك؟ سمعت انك حاب تيجي تحضر عرس عرسنا. والله بكون يعني I'm very lucky. والله amazing. خلص معناته حضرتك معزوم انت وقلت لي كمان شخصين معك فخلص. الو الو مرحبا. اهلا كيف الحال؟ الحمد لله. مين معي؟ معي نغم. لين سوري. سوري يلا دايما. لا 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 غيث 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 مرحبا غيث. ايوه مرحبا.
أهلا. على السريع بدك تسكر الخط على الباب. كيف مرحبا؟ ألو عن جد؟ يس هاي. أكيد نو وي. سمعنا عنكم حابين تشوا على العرس، تسكروا الخط ولا شو؟ والله أحلى اتصال هيدا بالضبط. ياي. والله كفو مبسوطين نحن أكثر منكم. وي لاف يو، ونحن بنتأسف لأي حدا ما قدرنا كمان نعزمه، بس تعرف يعني. والله العظيم لو بإيدنا نعزمكم كلكم سوا ما كنا قصرنا. اي والله. اوكي هذا الشيء دائما بتعملوه قبل العرس عندكم بالمغرب؟ ايه الحنه المغربيه. الحنه المغربيه. ايه. انا ححنحن؟ ايه ممكن احط لك نقطه هون وسكر لك. اظل مسكر ايدي ولا شو؟ لا بس شوي بشيله وبعدين بضل هيك. اليوم عملت احتفال بساره، حنه ساره سميتها. جبت لها السيت اب كله. الله الله. هالخزامه سواك. والله هذا انا ما بعرف شو هذا شو؟ هذا بيتاكل. لا ما بعرف. شوف احط حاطين هون اشياء. مشان تغسل ايد العروس من الحنة. لا والله. والله. هاي الحنة هذا كله بيرمز للحنة. شوفوا حتى قد ايه البيت صار واسع. شو ما شاء الله المساحة اللي صايرة هون، هل البيت ما كنت مستغل المساحة هاي؟ أول مرة بكتشف إنه البيت كبير. صح البيت كثير كبير، ليه كل المساحة اللي هون؟ اللي أمي عملتها هونيك. طبعاً نحن نقعد على الأكل. طبعاً نحن تقريباً 90 شخص، أمي جايبة أكل لـ 20 شخص. لا. بفضحتنا. لا والله جايبة 15. بنزل اجيب دلوقتي كنتاكي. اوكي مبدئيا مسلام، هاي لك. الله. هاي بتحطها على دينك. جاهز تشوف لبستك؟ يلا انا جاهز. الله يخليك. اوكي. محمد. يلا. فتح. الله. شوف مين شوف. والله انه لونه حلو. جماعة النهاردة ما حدش يقول غير اسلام المغربي. اسلام هلا بعد ما يلبس هاي ححطه بالزاوية هون، ناقصنا زريعة. استقبل انا؟ جايبيننا عشان اكون زرع النهارده عندكم. شوف اللون اللي عندي، شوف اللون اللي عندي. اوبا والله عريس. والله انه اللون حلو اللي عندي. رايح اغيره وارجع. او ماي جاد يا عمري. كيف بس؟ كنت حمص عندي. حلو؟ كثير بجنن. ماما تعالي. ما شاء الله يا بستان شو حلو. كيف بس؟ لو سمحتي ممنوع اللمس. ليش خير؟ أنا لأني ملك. ما شاء الله. أيها الإسلام. يلا بينا. هيا بينا. مرحبا. بسم الله ما شاء الله ما يبلى. كيف؟ شو حلو. اللبس نار. كم من عشرة؟ بدون مجاملة؟ ثلاثة. والله بتجنن يا معفن. ثلاثة يعني مش كثير حلو. برو كثير حلو بس بعطيك ثلاثة. ثلاثة ونص يا عم. روح انت واخوك يا عم، ده انا تعبان عليه. والله حلوة. اوكي سو انا هلا صرت جاهزة. شوفوا الاوتفيت طبعا اتقل من حياتي. بس كثير حلو. وهلا رح اطلع بس عم نستنى. شو عم نستنى؟ عم تستني؟ بس ليك وليك الجمال. تزروا الكركبة اللي موجودة جايز. هاي الكركبة. شوفوا الطرحة. شوفوا الجمال. شو هالزخة يا سارة. طالعة ملكة. ميرسي سارة. سوري امور اخرناك على الدخلة بس اجت البيتزا. اهم شيء الاكل يعني. دفوا البيتزا يا جماعة. I see that you're down. I see how every dream return came back to call you out. Was ready to rumble, was ready to fight. Got lost in the thunder without alibis. Shout at the night, rage at the lies. Don't let the fear control. It's deep within. Oh. كيف الوضع برا؟ اقسم بالله انا ما دخلني فايت، بس هيك عم باخذ دخله العروس خفت. ليش؟ فتت لقيت في هيك قاعدين كم بنت لحالي بعرف وين ذوق. طلعت هيك لقيت كدار. والله كدار. لازم ناخذه هاد على السينما على السريع. تمثيله جدا سيء. الموضوع عليك. ها اطلع قدمني. هلا
اطلع ما راح يطلع لك شنو قليله شنو قليله اطلع احكي مغربي اوكي اوكي اكيد اوكي انا عاوز اقول جاهزين بس انا نسيت بالمغربي مش عايز اكبر حاله واجدي your place. Shout at the night, rage at the lies. Don't let the fear control what's deep within. Oh, oh, oh. Until the sky has fallen, I'll be around. I'll be there night and day. Be there both night and day. Until the stars have fallen onto the ground. I'll be there. اللي حصل لك كله نسوان يا اخي انا بقول كده يا اخي يلا بينا نخرج لا يا معلم يا بليز شيل شيل يلا شيل يلا يا ولد حاسب استنى ولد ما بتساعدنيش ليه اه انت كيف دخلت اصلا والله مش عارف يا عمي اسال امك كيف لبستها انا دي بس على امك ولا يا عم بقول لك امك ولا اهتمت والله كنت قاعد هيك فحبيت اتصل كمان لرقم اعزمه على العرس فحاتصل لوحده اسمها ريهام الو الو اهلا مرحبا مستا مين معي الو مستا مين معي معك غيث مين غيث غيث مروان الو والله والله سمعت انك حابه تيجي على العرس والله كثير والله خلص تم معناته حبعت لك كرت الدعوه وتعالي اوه مو مقلب ما عم تمزح ما قلب لا بمزح بمزح لا عن جد عن جد يلا باي 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 ان شاء الله الاقي لك كرسي تقعد